أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه التغطية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي نخصصها حول الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة وأبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال. شعب مصر العظيم، احتفل اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم بالإسماعيلية عام 1952. تشير بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم. أؤكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركاً لدوافع الكرامة الوطنية، إن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 72. جاء ذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. أكد الرئيس السيسي أن يوم 25 من يناير عام 1952 يوم جليل وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة ليدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية. وفي كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، شدد الرئيس السيسي على أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عام تحول لطاقة تحد تسري في قلبي هذا الوطن. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن، لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. كما أكد الرئيس السيسي أن كل مشروع قومي ضخم يبذل فيه شباب مصر جهدهم ويسيل فيه عرقهم هو أمن لمصر من الحاجة والفقر، وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية هو تأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل. وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها، وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم. أؤكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكانياتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، فإن كل مشروع قومي ضخم يبذل فيه شباب مصر جهدهم ويسيل فيه عرقهم هو أمن لمصر من الحاجة والفقر، وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية وتحويلها لجنات خضراء تطرح خيرا ونماء هو تأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل، وكل مستشفى يبنى ومدرسة وجامعية تقام ومصنع وطريق يشيد هو حماية وأمن للمواطنين بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم. إن هذا هو دورنا وتلك هي مسؤولياتنا. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للوفاء بها لما فيه صالح هذا الوطن الأمين وشعبه الكريم.
كما أكد الرئيس السيسي أن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، وشدد على أن موقف مصر في التطورات الأخيرة في قطاع غزة واضح منذ البداية وقائم على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية في الوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني. إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة. وقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية وقائما على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر، في الوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني، وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. أعرب الرئيس السيسي عن ثقته في أن مصر ستتجاوز كل الصعوبات بفضل تضحيات وصمود أبنائها لتحقيق أحلامهم وطموحهم. شعب مصر الأبي، إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة. ودعوني أقول لكم بكل الصدق، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر، وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا ستبقى شرفا يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له. أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم. أكد الرئيس السيسي أن استقرار الدولة هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، وخاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، كما أشار للتأثيرات السلبية لتلك الأحداث على الاقتصاد المصري. من كم يوم كنا بنتكلم وقلت إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمن بيتحمله مش الحكومة بس، ومش بتتحمله القيادة بس، لا بيتحمله كل أفراد الشعب. كل الشعب المصري مسؤول عن أمن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها. أنا بقول الكلام ده في وقت صعب قوي قوي، زي ما انتوا شايفين المنطقة بالكامل، يعني مش المنطقة بس، العالم يمكن يعني في وضع صعب جدا ومضطرب قوي، واحنا هنا في منطقتنا كمان بالذات والأوضاع اللي بتحدث في قطاع غزة. احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في أكتوبر واحنا في حفل تخريج دفعة من ضباط الأكاديمية هنا، والنهاردة دلوقتي بعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع. يا ترى ال4 شهور دول أو 3 شهور وشوية اللي عدوا دول عدوا علينا بسهولة في مصر؟ واحنا كنا قبل منها بنواجه أزمة كورونا، وبعد منها الأزمة الروسية، وبعد منها الأزمة اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي يعني يمكن أقل حاجة ابتدت نتأثر بها كمان أكتر، إضافة للي كان موضوع مثلا الملاحة في البحر الأحمر. قال الرئيس السيسي إنه يدرك حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية في مصر،
أضاف سيادة الرئيس أن استقرار الدول والحفاظ على أمنها وعلى مستقبلها لا تتحمله القيادة أو الحكومة فقط، وإنما يتحمله كل أفراد الشعب، كما أشار إلى أن كل الشعب المصري مسؤول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها. اوعى تتصوروا أن أنا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللي موجودة في مصر، لا أنا مقدرها كويس جدا، ومقدر أكتر صلابة المصريين، وده كلام مش معنوي أو كلام أنا بقوله لكم يعني عشان لا والله، أنا عارف إن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية، بس أنا عايز أقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نشاهد مشاهد قاسية جدا جدا. بنتكلم في النهاردة بأكتر من 25,000 شهيد من المدنيين، تقريبا تلتينهم من النساء والأطفال في القطاع، وأكتر من 60,000 مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله. أنا بقول الكلام ده يعني بستدعي بيه إيه؟ بستدعي بيه قد إيه إحنا بنواجه ظروف على حدودنا، الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية. اوعى تفتكروا ان الامور دي بتعدي وما بيكونش ليها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا. كل حدث من دول بيبقى ليه تداعيات. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية. دكتور إكرام، بعد التحية دعنا نتوقف عند هذه النقطة، أن كل الشعب المصري مسؤول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها، حجم المسؤولية كيف يكون؟ طبعا يعني هي رسالة مهمة من السيد الرئيس، هو في مناسبة هامة وهي الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة. يمكن من الرسائل الهامة للسيد الرئيس في هذا الإطار مسؤولية الشعب المصري ككل عن مواجهة التحديات والصعوبات، يعني أن الأمر لا يتعلق بالحكومة فقط أو بالقيادة فقط، بل هي مسؤولية الجميع. ويمكن أيضا في هذا الإطار الإشادة بقدرة الشعب المصري على تحمل الصعوبات، وهي بالمناسبة صعوبات متعددة الحقيقة، سواء كان مصدرها الإقليم أو كان مصدرها التطورات الدولية، وسواء كانت من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو التنموية. ويمكن أيضا أشار السيد الرئيس إلى أن الحدود المصرية كلها مشتعلة ومن جميع الجهات الأصلية، وشفنا التطورات اللي بتحدث، وشفنا الأزمات في المنطقة وفي الإقليم، وأخيرا الأحداث التي يعني دخلت في شهرها الرابع أحداث. إذن هناك ثقة من جانب القيادة السياسية في قدرة الشعب المصري على مواجهة هذه الصعوبات وأن تتضافر الجهود للتغلب على هذه التحديات، وسواء كانت هذه التحديات تتعلق بالناحية التنموية أو الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية أو الناحية الأمنية. ويبقى أن الرهان على الوعي، ووعي المواطن يبقى أنه دائما هام في كافة المراحل التي تمر بالدولة وبالبلد. يعني فكرة أن يكون المواطن على وعي بالتطورات الإقليمية وتأثير هذه التطورات سواء الإقليمية أو العالمية أيضا على الداخل المصري، هذا أيضا يصب في إطار الوعي. ده صحيح، قضية الوعي هي قضية شديدة الأهمية، وهي أيضا أحد الأدوات الهامة لمواجهة نمط جديد من الحروب. احنا بنشوف الآن إن في نمط جديد من الحروب يختلف عن الحروب التقليدية اللي بتعتمد على الجيوش النظامية. النمط الجديد من الحروب بيعتمد على الحرب النفسية، على الشائعات، على الأخبار المغلوطة، على التشكيك في الإنجازات التي تحدث، على التشكيك في القدرة الذاتية. الهدف منها أن تتم الهزيمة من الداخل، وده اللي بيسموه التآكل الذاتي. إنما الوعي نقدر نقول هو خط الدفاع الأول، هو الحصن الحصين ضد هذا النمط من الحروب. فكلما كان الشعب المصري على درجة من الوعي وشباب مصر على درجة من الوعي،
فإنه يمكن التغلب على هذه الصعوبات ومواجهة هذه التحديات والانتصار فيها. ويمكن السيد الرئيس أشار إلى ما يمكن أن نطلق عليه رسالة أمل تتعلق بالمستقبل، بمعنى أن كل المصاعب إلى نهاية وتبقى مصر عزيزة قوية في أمن وسلام. وده أيضا بيرتبط بفكرة الوعي الذي يتواجد لدى الشعب المصري بجميع فئاته، ووفقا لفكرة الكل في واحد، أو ما يمكن أن نطلق عليها في المصطلحات السياسية التكامل القوي. التكامل القوي إلى أي مدى هو فاعل في إمكانية تخطي الصعوبات؟ طبعا التكامل القومي يعني أن يكون هناك انتماء من الجميع، وأقصد الجميع يعني جميع الفئات، جميع القطاعات، كل الشعب بيشعر بها الانتماء إلى كيان واحد وهو الوطن. قد نختلف في الآراء، قد نختلف في الأفكار، إنما يكون هناك في النهاية شيء مشترك يجمع الكل، وهو المصلحة العليا للوطن والتي تعلو على أي مصالح أخرى فرعية أو مصالح ضيقة. هو ده اللي بنسميه التكامل القومي أو الانتماء للوطن، الانتماء الأوسع للوطن، وهو ده الأداة التي من خلالها يمكن التغلب على كافة الصعوبات والتحديات، ويمكن مواجهة خطر التحديات التي تثيرها الأنماط الجديدة والمستحدثة من الحروب، واللي بتعتمد زي ما قلنا على التشكيك وعلى الإشاعات وعلى الأخبار المغلوطة. طيب دكتور إكرام، بالأمس أيضا وخلال كلمة سيادة الرئيس تحدث عن استصلاح الأراضي، وتحدث عن بناء المستشفيات، ودعنا نقول أن هناك الكثير من المشروعات التي تمت على أرض الواقع، سواء الهدف منها هو هدفين على الأصح على الأقل، وهو توفير الخدمة، سواء من ناحية أن يكون هناك غذاء أو خدمة في المستشفيات أو خدمة تعليمية وما شابه، وأيضا إيجاد فرص عمل. إلى أي مدى أيضا من المهم أن يكون هناك دائما تذكرة لكل مواطن مصري بما تم على أرض الواقع حتى اللحظة، حتى نستطيع أيضا أن يزيد هذا التكاتف؟ بالتأكيد دي نقطة شديدة الأهمية، وأن يكون المواطن المصري مدرك لطبيعة التطورات والإيجابيات التي تحدث على أرض الوطن، وخصوصا أن السيد الرئيس أشار أن الدولة بتبذل كل الجهد وكل الإمكانيات لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل. والأمن بمفهومه الشامل هنا بيشمل ما هو سياسي، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، تحسين الظروف الصحية، تحسين جودة الحياة، تحسين معيشة المواطن المصري. كل ده بيرتبط بالأمن بمفهومه الشامل، وبيندرج فيه أيضا المشروعات القومية وفرص التوظف والإصلاح للأراضي الزراعية، بحيث في النهاية يتحقق الأمن بالمفهوم الشامل. نعم، عندما تحدث سيادة الرئيس أيضا في لقائه مع الإعلاميين والمسؤولين، وذكر أن هناك إنفاق ل 120 مليار جنيه لمكافحة الإرهاب. هذا المبلغ ليس بالقليل، لكن أيضا ما كنا نعاني منه وكنا سنعاني منه إن لم تنفق هذه المبالغ كان سيكون الأثر كبير. أيضا نريد أن نربط النقاط ببعضها البعض، ماذا إن لم تكن هذه الأموال قد تم إنفاقها؟ كيف كان سيكون حال مصر في الوقت الحالي في 2024؟ بالتأكيد تمت الإشارة من جانب السيد الرئيس إلى أن هناك نفقات كبيرة أنفقت لمواجهة الإرهاب، هناك أيضا نفقات تحملتها الدولة نتيجة للتحديات المتعلقة بإثارة الانقسامات والخلافات داخل صفوف الشعب المصري عقب أحداث 2011. هذا الانفاق كان ضرورة لابد منها للحفاظ على أمن الوطن وسلامته، وبالتالي كانت هي تضحية، ولكن كان لابد منها للحفاظ
على الوطن ككل. السؤال الآن دكتور إكرام، لو كان الإرهاب ما زال مستمر في أي بلد كان، لو كان الإرهاب بالقدر الذي كنا نعاني منه في السابق، هل كان من الممكن أن تكون هناك مشروعات قومية قائمة؟ هل كان من الممكن أن يكون هناك على الأقل عدد من الاستثمارات موجود ودعوة للاستثمارات وأن تكون بلد جاذبة للاستثمارات المختلفة؟ هل من الممكن أن يكون عنصر الأمن والأمان غير موجود وهناك أيضا استقرار اقتصادي إلى حد كبير؟ هو يعني إحنا لا نستطيع أن نفصل بين الأمن والاستقرار من جانب والتنمية والتطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي من جانب آخر. وإحنا شوفنا في حالات متعددة في العالم أن وجود الإرهاب بيؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي، بيؤدي إلى إثارة الفتن والخلافات داخل المجتمع الواحد، بيؤدي إلى تدخلات دولية وإقليمية في شؤون الوطن. وشفنا حالات متعددة، وشفنا التداعيات السلبية التي تترتب على ذلك، والتي تصل في بعض الحالات وفي بعض النماذج إلى مرحلة الحرب الأهلية، أقوى مؤشرات عدم الاستقرار. إذن هناك ثمن لابد أن يدفع، هناك تضحيات من جانب رجال القوات المسلحة والشرطة، هناك تكلفة اقتصادية، ولكن كل هذا يهون لتحقيق مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ولتجنب ما هو أسوأ. نعم، القضية الفلسطينية كان لها دور كبير في احتفالية الأمس، القضية الفلسطينية والتأكيد على الموقف المصري الذي هو بالفعل هو ثابت منذ اللحظة الأولى ومعروف بالنسبة للعالم ككل، التأكيد أيضا على عدد كبير من النقاط من ضمنها معبر رفح، من ضمنها حجم المساعدات التي يتم إرسالها إلى أهالينا بقطاع غزة، من ضمنها ما تطمح إليه مصر فيما يتعلق بالمجال الإقليمي، ومن ضمنها أيضا أن التحذير من توسيع دائرة الصراع الذي ذكره سيادة الرئيس منذ اللحظة الأولى منذ 7 أكتوبر الآن أصبح إلى حد ما موجود على أرض الواقع. العالم كيف يرى هذه التحذيرات التي أصبحت نتيجة لعدم الالتفاف إليها بالشكل الكافي أصبحت موجودة على أرض الواقع؟ طبعا هذه تحذيرات هامة حذرها السيد الرئيس ومنذ بداية أي العدوان الإسرائيلي على، وتعبر عن ثبات في الموقف المصري الحقيقي، يعني منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هناك ثبات، هناك استمرارية في الموقف المصري، الدول والعالم يزداد اقتناعا يوم بعد يوم بسلامة وجهة النظر المصرية والتحذيرات التي أكدت عليها القيادة المصرية. فشوفي حضرتك، كانت وجهة النظر المصرية ومنذ البداية ضرورة إيجاد حل للتداعيات التي تحدث في غزة حتى لا يكون لها آثار مباشرة سلبية سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي إذا لم يتم احتوائها. احنا شوفنا في الفترة الأخيرة ما يحدث في البحر الأحمر من تهديد للملاح، وشوفنا أن التأثير لا يتعلق أو لا يؤثر على الأطراف المباشرة للنزاع في غزة فقط، وإنما بيتحمله الإقليم، بيتحمله العالم، بتتحمله التجارة الدولية، زيادة النفقات للنقل البحري، تهديد الأمن البحري في الممرات المتواجدة في المنطقة. إذا كل دي كانت نتاج لتداعيات أحداث غزة، وبالتالي ده بيثبت أيضا صحة الموقف المصري ومنذ البداية بضرورة احتواء هذه الأزمة وأن تكون تداعياتها على الإقليم وتداعياتها على العالم أقل حدة إذا تم احتوائها، وده صحة الموقف المصري الحقيقي. طيب دكتور إكرام، اسمح لي أن نتوقف عند نقطة اتساع دائرة الصراع والتأثير الاقتصادي على كافة دول العالم نتيجة لهذا الصراع. الأمر ليس متعلق فقط بأن دول الإقليم فقط هي التي متأثرة من الناحية الاقتصادية، لكن العالم كله الآن أصبح يتأثر. هذه النقطة أيضا نريد المزيد من التفاصيل عنها. ده صحيح، العالم كله بيتأثر، وأنا عاوز أقول حتى أن التوقيت خطير، يعني يبدو أن العالم بيعاني من عديد من الأزمات في الفترات السابقة أو في السنوات القليلة السابقة،
وبالتالي لا يوجد احتياج إلى مزيد من الصعوبات والتداعيات. شفنا الأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها، قبلها كانت أزمة كورونا وتأثيرها على العالم، ثم تأتي الآن أحداث غزة وتؤثر أيضا إقليميا ودوليا، ثم تأتي الأحداث في البحر الأحمر وما ترتب عليها من تأثير سلبي على التجارة الدولية وعلى السلاسل التجارية وعلى إذن العالم كله الآن يتحمل نتيجة هذه التداعيات ويواجه هذا التحدي، ولذلك ده بيثبت أيضا وجهة صحة وجهة النظر المصرية في ضرورة إيقاف الغزو الوحشية من جانب إسرائيل على غزة وما نتج عنها من تداعيات تؤثر على العالم ككل. إذن وجهة النظر من هذا المنطق، طالما أن الكل مهدد إذن من المرغوب فيه من الضروري أن يتكاتف الجميع لإيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة حتى لا تزداد تداعياتها وتزداد أثارها السلبية على العالم ككل. نعم دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المحادثة وهذا التحليل. مشاهدينا الكرام، أشار سيادة الرئيس السيسي إلى أن الصعوبات التي واجهتها الدولة أثناء أحداث 25 من يناير كانت صعبة، حيث كانت محاولة إثارة الرأي العام على الدولة لكسر الرابط بين الشعب والحكومة، ومؤكدا أنه من الضروري أن يكون الشعب المصري دائما صفا واحدا وكتلة واحدة، وأن أي تحديات أو صعوبات تمر بنا يجب أن نكون معا. أحداث 25 يناير اتكلم عن صعوبات واجهتها الدولة أثناء الأحداث الصعبة اللي مرت وعملية اقتحام السجون والناس اللي هربت وكده، لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة، تقليب الرأي العام على الدولة او بشكل بسيط او للناس كلها اللي بتسمعني، يعني يبقى احنا وانتو، يبقى احنا وانتو، يعني احنا وانتو يبقى الشعب في 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 مكان في منطقة والحكومة في مكان تاني، الشعب في مكان والداخلية أو وزارة الداخلية في مكان، وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي يحفز يدفع يسيء للأجهزة وللدولة، ده الرأي العام حتى يقوم الرأي العام باللي قام بيه في 2011. قال الرئيس السيسي أن التكاليف التي تكبدتها مصر لمواجهة الإرهاب تقدر ب 120 مليار جنيه، ومؤكدا أن موارد الدولة المحدودة لم تكن تتحمل ذلك. أضاف أن الدولة لم يكن لها خيار سوى مواجهة الإرهاب وتحمل الكلفة، وإلا ساءت الأوضاع وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار. أي تحدي وأي صعوبات تعدي علينا لو إحنا مع بعض، وممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا زي اللي احنا شفناها ديت في 25 يناير لو احنا بقينا احنا وانتو. مفيش احنا وانتو، احنا واحد كلنا، احنا واحد كلنا. كنت بتكلم من شوية كده قبل ما ادخل مع الضيوف، يعني بقول لهم يعني انتوا عارفين يعني نخسر اكتر من 450 مليار دولار في احداث 2011 11 و12 و13، انتوا عارفين معني ايه ان احنا نواجه الارهاب ونتكلف اكتر من 120 مليار جنيه؟ هو الامور ديت يعني احنا دولة مش غنية ولا حاجة، موردنا ما تستحملش صدمات بالطريقة ديت، دولتنا ما تستحملش صدمات لان احنا ما عندناش موارد تكفي ان احنا تهدر بالطريقة ديت، لكن ما كانش فيها يعني ما كانش فيه خيار تاني لينا في مواجهة مثلا الارهاب اللي احنا قعدنا نخوض فيه تقريبا 10 سنين، ما كانش فيه سبيل ان احنا نواجهه، وإلا كنا نتعرض البلد دي ما تبقاش مستقرة ابدا، ويبقى كل يوم في اعتداء هنا وتفجير في الناحية ديت وتخريب في المحافظة ديت زي ما كان بيحصل قبل كده، لكن ده بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق بيه، تحقق بتضحيات لسه ده كنا بنتكلم في فرق ان احنا نقراها
ونقول تضحيات الشهداء بتوع القوات المسلحة وبتوع الشرطة وحتى تضحيات فئات أخرى من المجتمع. فرق إن إحنا نقول ما تنسوش إن إحنا وإحنا دلوقتي لسه بنكرم أربعة من الأسر الشهداء، إن ده تمن كبير قوي بتدفعه مصر من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامتها. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل مع حضراتكم لختام هذه التغطية، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.